سلمى، لم تتوقف نشاطات الشباب السوري طوال الحرب على سوريا، فكل شخص كان يعمل ويدافع عن أرضه بأسلوبه وإمكانيته ليستمر نبض الحياة في عروق السوريين جميعا. نور، ومن هي المبادرات ونشاطات ما أقاموا اتحاد طلبة سوريا، وهو دورة إسعافات أولية للطلبة مجانا. لنحكي أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع بصرنا نستضيف معنا بالاستوديو السيد محمود الخالد، المنسق الإعلامي لفرع جامعة دمشق لاتحاد طلبة سوريا. أسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أسعد صباحك. أسعد صباحك. بالبداية سيد خالد، خلينا نحكي عن هي الدورة وعن أهمية هي الدورة. نحن عم نعيش يمكن ظروف حياتية صعبة، ظروف حرب. اليوم قديش مهم فعلا نهيئ طلابنا أو شبابنا لهيك دورات؟ أول شيء صباح الخير. نحن لما قررنا أنه نعمل هي الدورة بسبب الظروف الحالية اللي عم نصير، أنه نحن لازم يكون في ثقافة للاعتناء بالذات والاعتناء بالأشخاص الآخرين، لا يديروا بالهم بحكم الظروف اللي عم تصير بالبلد، ممكن بسبب الحالات اللي عم تصير من قذائف هاون أو تفجيرات أو إلى آخره. فنحن حبينا أنه نحن نضيف لزملائنا الطلاب بعض المعلومات البسيطة ليتعاملوا مع هاي الأمور في حال صارت لا سمح الله يعني. فمن هون طلعت فكرة دورة الإسعاف الأولي، إنه نحن نبلش نزود الطلاب إنه في حال صار هذا يعني هاي الخطوة شو بدنا نعمل في حال صار قدامنا تفجير، في حال صار قدامنا نزلت قذيفة هاون، في حال واحد صابته حالة إغماء لخبر لأي شيء، كيف أنت لازم تتصرف وتتعامل مع هاي الوضع بطريقة صحيحة. يعني محمود، مثل ما قالت، نحن بهي الظروف يعني الحرب أو الإرهاب بشكل عام ما استثنى ولا مكان، حتى يمكن الجامعات كانت تشاهد على إرهاب استهدف الطلاب من قذائف هاون مثل ما قالت أو غيره، فكان في أهمية كبيرة بهيك دورات. خلينا نحكي كم دورة مقسمة، شو الجامعات أو جامعة دمشق، شو الفروع اللي خضع إلى الطلاب، قديش عدد الطلاب اللي شاركوا؟ هلا بصراحة نحن لما بلشنا بدورة الإسعاف كنا حاطين كعدد تقديري بما لا يتجاوز 700 طالب يشاركوا بهذه الدورة، لكن كانت المفاجأة الصراحة أنه عدد الطلاب المسجلين بهذه الدورة تجاوز 4000 طالب، بحكم أنه أصلاً نحن يعني كفرع جامعة دمشق نحن دوراتنا هي موجهة لكل طلاب جامعة دمشق، فنحن قسمناهم على 8 أقسام للطلاب مشان يعني تكون الفائدة يعني مقدمة بشكل صحيح. عم تكون دورة هي بثلاث مجمعات أو أربع مجمعات، مجمع الطب البشري بالمزة رح تنعاد، يعني رح تخلص هي بكرة يوم الخميس ورح ترجع تنعاد الأسبوع الجاي بمجمع البرامكة، بعدها بمجمع الهندسة الميكانيكية، وآخر شيء بكلية الزراعة إن شاء الله. طيب سيد خالد، خلينا نحكي عن الدورات الأخرى اللي عم يقيمها اتحاد الطلبة. ما هي الدورات اللي عم يقيمها؟ قديش مدتها؟ على أي أساس عم تتركز هي المواضيع؟ يعني إحنا شفنا مثلا موضوع الإسعافات الأولية، في مواضيع أخرى كمان عم تتناولوها بنشاطاتكم ومبادراتكم. صحيح. هلأ نحن بمجمل دوراتنا نحن صرنا عاملين أكثر من 35 تدريب ودورة تقنية. يعني نحن الأسبوع الماضي تقريبا انتهى الدبلوم الإعلامي المهني، كان موجه لطلاب كلية الإعلام، قبل كان دورة المراسل الإعلامي الميداني كمان لطلاب كلية الإعلام، عملنا دورة التنمية البشرية لطلاب كلية الحقوق تحت مسمى قانون تنموي، توجهنا فيها بمحاور جديدة. مبارح يوم الثلاثاء بلشنا بدورة موجهة لطلاب كلية الاقتصاد اسمها أصول المحاسبة على برنامج الأمين، كانت بالتعاون بيننا وبين فريق عمرها وبين شركة الأمين. طبعا نحن دوراتنا كلها مجانية، وكان عدد المشتركين مبارح بمدرج الباسل 1200 طالب. 1200 طالب، أرقام كبيرة، أرقام كتير كبيرة، لأنه هي بشكل مجاني. طبعا نحن قدمنا حتى بالإضافة لأنه هي بشكل مجاني قدمنا لكل طالب شهادة معتمدة بالإضافة لنسخة تجريبية من البرنامج اللي عم يعملونه كمان مجاني. الدورات اللي جاية حنرجع نحن نعيد دورة الإسعاف والمحاسبة بحكم أنه عدد الطلاب تجاوزوا الأسبوع الجاي، تجاوزوا الحد المستطاع للمدرج، فنحن حنرجع نعيد الأسبوع الجاي. حنعمل دورة إلقاء الإذاعي والتلفزيوني لطلاب كلية الإعلام،
يعني مستمرين نحن بدورة الدعم النفسي الاجتماعي لطلاب كلية التربية إن شاء الله. يعني محمود، من خلال المرور السريع على عناوين الدورات اللي عم تقوموا فيها حاليا للطلاب، بيلاحظ الواحد قديش خلينا نقول هاي المواضيع رح تفيدهم ما بعد الانتهاء من التأهيل العلمي أو المرحلة الدراسة العلمية. قديه يمكن عم بتحاولوا يكون في لكل الاختصاصات الجامعية، يعني ذكرت كلية الإعلام، كلية الحقوق، كلية الطب. صراحة نحن هذا هدفنا، يعني هدف الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع جامعة دمشق، انه نحن نكون الركيزة وحجر الأساس لكل طالب من طلاب جامعة دمشق. يعني نحن لازم نكون هذا، ناخذ هذا الدور، لنحن نأسس الطالب لمرحلة ما بعد التخرج، وهذا هدفنا. هذا الدور الأساسي لنا، وهذا هو الشيء اللي لازم نحن نتبناه بشكل دائم. ولكن نحن هلا هاي هي الطرق الصحيحة. نحن لما بلشنا بأن نحن نستهدف كل الفئات، عملنا 13 دورة هندسة لطلاب الهندسة المدنية والمعمارية، عملنا دورات المحاسبة، عملنا دورات الإعلام، عملنا ورشات عمل لاختصاص الطب والصيدلة وطب الأسنان. نحن مستهدفين جميع القطاعات لهذا الهدف، اللي هو أنه نحن نأسس طالب جامعة دمشق لمرحلة ما بعد التخرج، ليكون هو جاهز ليدخل لسوق العمل، مهيئ ليكون نفسياً وعمليا، يحمل المادة العلمية ويحمل الخبرات ولو شوي بسيطة. يعني أنا لما أنا أسسه صح، هو حالة طبيعية حيكمل مستقبله صح، حيبني هاي البلد صح. يعني حالة طبيعية أنه حيكون هو فعلا عنده انتماء، لأنه أنا أسسته صح وأنا بنيته صح، وهو رح يكمل ليبني هاي البلد صح. طيب خالد، خلينا نحكي خلال هاي الدورات اللي خمتوها، دورات جدا مهمة ويمكن دورات على عدد كبير من الطلاب، في نخبة بتكون من الطلاب بين هاي الدورات، خلينا نحكي عن هاي النخبة، بيتم دعمها الاستمرار بدعم هاي الطلاب، تهيئتهم لربطهم مع سوق عمل أو مع جهات حكومية أو قطاع خاص؟ هلا نحن بصراحة النخبة دائما موجودة، نحن بناخذها مستثمرة إلنا. نحن بناخذها، لا حقيقة نحن بنهاية كل تدريب وفعالية نحن بيكون في عنا النخبة. هلا نحن تاخذون فورا على الاتحاد؟ لا مو ناخذهم فورا على الاتحاد، لا نحن فورا بنعطيهم. هلا نحن قدمنا 20 منحة لطلاب كلية اقتصاد للأوائل، مو بس من الأوائل على الجامعات، والأوائل على تدريبات. تمام، عم نحكي عن نخبة الدورة، تمام، على التدريبات. عم نعطيهم منح ليكملوا بالاختصاصات. يعني مثلا نحن عملنا تنميه بشريه، فنحن اخذنا 20 منحه ليكملوا بطريقه تكنيكال، يعني ليتفوق، لانه هن تفوقوا فنحن بدنا نكملهم هذا التدريب. في طلاب بالدبلوم الاعلامي المهني فورا مباشره اخذناهم يعني ليفوتوا الى سوق العمل ان شاء الله. في عنا قدمنا منح دراسات عليا لطلاب هن كانوا موجودين معنا من طلاب الدراسات العليا. يعني نحن النخبه يعني عم تاخذ المكافاه فورا، يعني لانه نحن هذا اساس عملنا. لما عم نكون نحن عم نتفق مع جهات اخرى، هذا عم بيكون طلبنا، انه نحن لازم يكون في عنا منح للمتفوقين. ليش؟ اولا لانه هذا حافز للباقي. يعني أنا اليوم لما بشوف رفيقي هو أخذ منحة ولا أخذ بعثة ولا إلى آخره، أنا الدورة الجاية بدي أحاول أثبت نفسي لأنا أخذ وأحصل على هاي المنحة. يعني إحنا عم نشتغل على جانب التحفيز، وبنفس الوقت نحن أهمية الاستمرار. يعني دائما يكون في عندنا مثلا نخبة أو مبدعين أو متفوقين مرحلة ما بيتم التركيز عليهم، بعدين فجأة بتلاقيهم بيختفوا. الاستمرار في متابعتهم، الاستمرار في دعمهم، خصوصا نحن عم نعيش يمكن ظروف صعبة بالبلد، ففعلا بدهم دعم نفسي وعملي. هلا هذا الجانب نحن بتخيل انه نحن فعلا قايمين فيه على اتم وجه، وبتخيل انه ما قصرنا باي حق باتجاه الناس اللي تفوقت معنا. بالعكس نحن عن جد مستثمرينهم احسن استثمار، وهن سعيدين جدا لانه نحن الفرصه اللي اجتهم هن ما كانوا بيعرفوها. يعني نحن ما بنخبر حدا قبل، هن ما بيتفاجئوا غير بحفل الختام انه انتم لكم منح على كذا وكذا وكذا وكذا. فهي كانت عم تكون لجانب كثير مهم تحفيز. يعني هذا الدعم هو المنتظر، وهو مثل ما قلت اللي بيخلي شاب يشوفه شاب تاني متفوق يطمح انه هو يصير مثله ويبدع. خلينا بختام حديثنا نحكي شوي عن بعض النشاطات اللي هي دائما مستمرة بيقوم فيها اتحاد الطلبة، وايضا اذا في نشاطات جديدة بعد هاي الدورات عم بتحضروا لها. هلا نشاطاتنا المستمرة وبشكل دائم هي التنمية البشرية، لانه نحن عم ندقق كثير مهم على موضوع التواصل، مهارات التواصل،
انك الترويج الذاتي، اداره الغضب، اليات التكيف، لانه نحن بحاله طبيعيه نحن عم نعاني هاي المشاكل. نحن دائما في عندنا مشاكل بالتواصل بيننا وبين بعضنا، خلينا نقول يعني. فنحن دائما عم ندقق لهذا الموضوع ليكون عم نشتغل بهذا الموضوع. كفرع جامعة دمشق فعالياتنا مستمرة دائما. طبعا من هذا المكان بدي اشكر طبعا الدكتور عمار ساعاتي اللي هو عاطينا هذا المد اللي مخلانا يعني دائما وابدا ما نموقفين. هو دائما نحن كل فعالياتنا على جميع الاختصاصات مع الموافقة دائما. كل الشكر طبعا اكيد لرئيس الفرع والزملاء اعضاء قاعة الفرع. دوراتنا الجاية مثل ما حكيت انه دورة المحاسبة نكملين فيها الأسبوع الجاي، لنكمل بوعودنا يعني، لأنه هن كانوا 1200 واللي أخذناهم تانيين كمان 1200. في ضغط كبير، ضغط كتير كبير، لأنه هي مجانية. ضغط كبير، ونحن ما قلنا لأي طالب لا. يعني نحن كان طريقة التسجيل على الدورة هي طريقة كتير بسيطة وسهلة، أنه سجل اسمك واختصاصك بتعليق على الإيفنت على الفيسبوك، ونحن قبلنا كل الطلاب ما قلنا لحدا لا. وهذا واجبنا، مع انه يمكن الاستيعاب اقل، عدد اقل، مع ذلك استوعبنا الكل انه هذا واجب، انه يعملوا دورات، نحن نكررها، هذا واجبنا. يعني بالنهايه هذا واجبنا، انه نحن نقدم الخدمه لكل طلاب جامعة دمشق. طيب بالختام سيد خالد، كلمه بتحب توجهها لكل الطلاب السوريين هلا اللي عم يتابعونا؟ بدي وجهه انه لازم نكون نحن على قدر المسؤوليه، نساهم ببناء بلدنا وإعادة أعمار بلدنا. أتمنى هذا الكلام أكيد، ونحن كلنا أمل بشباب سوريا. بدي أتشكرك محمود الخالد، المنسق الإعلامي لفرع جامعة دمشق لاتحاد طلبة سوريا، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. نتشكرك كثير.